بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنشرح محاضرة عن الإنفلونزا فيروس. فيروس الإنفلونزا، احنا خدنا الـ RNA فيروسز وقلنا ان هما 6 أنواع: البوليو شلل الأطفال، إنفلونزا فيروس، المامبز اللي هو أبو اللكام، الميزلس الحصبة، الروبيلا الحصبة الألماني، الـ HIV اللي هو الإيدز. خدنا البوليو واتكلمنا عنه والتطعيمات بتاعته، النوعين تطعيم، واتكلمنا الفرق بين ده وده. هناخد النهارده الانفلونزا فيروس. يعني ايه انفلونزا فيروس؟ كلنا عارفينه، ماشي. انا اقصد يعني اللي الصفات بتاعته SSRNA. SS يا جماعه سنجل ستراند، لما اقول SS هو سنجل ستراند، سيجمنتد هيليكال سيمتري. انا قلت كل الار ان اي هيليكال سيمتري ما عدا البوليو، هو اللي كان ايه كيوبيك سيمتري عشان ما تلخبطش. انفولوبد، ماشي، انفولوبد ده يعني فيه كابسيد وانفولوب، وانا شرحنا ده باستفاضه. في منه الانفلونزا، في منه A و B و C، التايبز بتاعته 3 تايبز: انفلونزا A، انفلونزا B، انفلونزا C. بعد كده هنقول الانفلونزا فيروس النوعين A and B only، هما الاثنين بس have ability، لهم القدرة to change their surface antigenic structures from time to time. هما النوعين دول بس اللي لهم القدرة ان هما يغيروا surface antigenic structures من وقت للتاني. طب ليه؟ due to antigenic shift and drift. ونعرف الفرق بينهم. قبل ما اشوف الفرق بين الانتيجينيك شيفت والدريفت، عايز اوريكم الصورة دي. دي صورة ايه؟ اول حاجه ده النيوكليك اسيد، ده الكابسيد، ده اللي خطين مع بعض دول اسمه الانفولوب، ماشي. طب اللي عامل زي حرف التي دوت اسمه سيرفس انتيجينيك استراكشرز. هي دي بقى السيرفس انتيجينيك استراكشرز، دي هما النوعين اللي هو A و B، هما اللي بيعملوا لها ايه تشينج، بيسببوا تغيير في التراكيب ده اللي هي الانتيجينيك استراكشرز. ده بيخلي ينشا لي انواع تانية جديده بتكون هايلي باسوجينيك اكتر، بسبب لمرض اكتر من الانواع العاديه. طيب الانتيجينيك شيفت، ايه هو الانتيجينيك شيفت؟ وهنعرف ايه هو الانتيجينيك ايه دريفت. سمعتوا يا جماعه عن حاجه اسمها شيفت كارير؟ واحد كان شغال مثلا اي حاجه، شغال مثلا شغال في مطعم مثلا، وساب المطعم وراح اشتغل مدرس. ايه علاقة شغل المطعم بالتدريس؟ ما فيش علاقة. فهو عمل تغيير جذري للايه، للوظيفة او المهنة بتاعته او الشغل بتاعه، فهو عمل شيفت كارير. ده مثال. احنا شيفت كارير يعني الفيروس فيه خد صفات من سترين معينة وصفات من سترين معينة، واداني نيو سترين ملهاش علاقة بالايه، بالبيرنت سترين دي او البيرنت سترين دي. طيب دي ضعيفه، الجديده دي بالعكس، ده نيو هايلي باثوجينيك هيومن سترين، هايلي باثوجينيك، اكتر ممرضه اكتر من الانواع اللي هي الايه البيرنت دي، لان هي خليط ما بين الاثنين. طب نشوف بقى الكلام بالانجليزي. ميجور، يبقى الانتيجينيك شيفت هو عباره عن ميجور تشينج، تغير كبير، ان سيرفس بروتينز اوف ذا فيروس. السيرفس بروتينز اللي هي دي، ماشي، هو مينور ولا ميجور؟ ميجور، ميجور تشينج، ماشي، ان سيرفس. وده هتيجي بقى في الام سي كيو ترو اور فولس، او اللي هو اللي تشوز، اختار. ميجور تشينج ان سيرفس بروتينز اوف ذا فيروس ديو تو لسببين يا جماعه، ونحفظهم عشان الدريفت له سبب واحد ونحفظه: جيناتيك ريكومبينيشن وري اسورتمنت. يبقى ديو تو ايه؟ جيناتيك ريكومبينيشن. بص يا جماعه، الجيناتيك ريكومبينيشن اهو، الجيناتيك هي الماده الوراثيه للسترين دي، مع الماده الوراثيه للسترين دي حصل خلط ما بين الاثنين، فادتني سلاله جديده مخلطه ما بين الماده الوراثيه بتاعتها، واخده من دي الماده الوراثيه بتاعت الاسترين دي، واخده من الماده الوراثيه بتاعت الاسترين دي، وادتني نيو سترين، سلاله جديده، ماشي. يبقى الجيناتيك ريكومبينيشن والري اسورتمنت. ري اسورتمنت اللي هو الترتيب بتاع الايه، اللي هو بتاع النيوكليك اسيد. ترتيب هنا هو زي هنا؟ لا. وهو هنا زي هنا؟ لا طبعا. يبقى بسبب الجيناتيك، يبقى الانتيجينيك شيفت بسبب الجيناتيك ريكومبينيشن وري اسورتمنت، ماشي. بعد كده الكومبينيشن بتوين تو سترينز، اللي هو الجمع ما بين تو سترينز، جيف ا نيو سترين، بيديني سلاله جديده، which has no relation، ملهاش علاقه طول بيرنت سترين، ملهاش علاقه بالبيرنت سترين اللي هم دول. ليه تو بانديميك؟ بانديميكس اللي هو الوباء يا جماعه، الوباء بيبقى على مستوى الدوله، انما الابيديميك، نركز عشان الحاجات دي مهمه، الابيديميك بقى على مستوى مثلا المحافظه، جزء من الدوله يعني، انما البانديميكس ده وباء
على مستوى العالم. حطوا لما تشوفوا الانفلونزا افتكروا فيروس كورونا، ده فيروس متحور من الانفلونزا، هو ده. احنا عارفين صفاته؟ لا، ده هو فيروس جديد. عارفين ايه الفاكسين اللي اثر عليه؟ لا، ده فيروس جديد لسه. ايه سبب؟ ايه سبب بانديميكس، خلى الازمه او خلى المرض على مستوى العالم، مش مستوى المحافظه ولا القاهره ولا مصر ولا الاردن ولا السعوديه ولا الكلام ده. فبانديميكس ده وباء، ماشي. طيب حصل بقى ريكومبينيشن وحصل شيفت، يعني شيفت يا جماعه، يعني تغيير. اداني نيو سترين اهي. ايه مواصفات النيو سترين دي؟ نيو هايلي باثوجينيك هيومن سترين، بس مش عايزه اعرف اكتر من كده، ماشي. يبقى ده الانتيجينيك ايه شيفت. نيجي بقى الانتيجينيك دريفت، هو مينور تشينج، تغير بسيط ان جيناتيك استراكشر، في الجيناتيك استراكشر اللي هو الايه، ان جيناتيك استراكشر اللي هو اللي زي حرف التي ده، هو عباره عن مينور تشينج ان جيناتيك استراكشر ديو تو، بسبب سبونتينوس ميوتيشنز، الطفرات التلقائيه. يعني طفرة حاجة تلقائية كده منها الحالة عملت تغيير، بس تغيير بسيط. هي نفس البيرنت سترين، هي نفس اللي النوع الجديد، يعني which generate a new strain has some of characters of parent strain، ليها بعض من صفات البيرنت سترين، انما هنا ادتني سترين مالهاش علاقة بالبيرنت سترين، انما هنا ادتني new strain مالها has some of characters، لها نفس، مش نفس، بعض صفات البيرنت سترين، بعض مش كل، مش مشكله. دريفت بسبب الميوتيشن، سبونتينوس ميوتيشن، ماشي يا جماعه. بعد كده الباثوجينيسيس، يعني ايه باثوجينيسيس؟ باثوجينيسيس اللي هي اللي هو الانفلونزا سبب مرض ايه، سبب مرض هو بتنقل عن طريق ايه. اول حاجه اللي هو الدروبليتس، دروبليتس اللي هو الرذاذ، بيسبب فيفر، حمى، هيديك، صداع، طير دينيس، تعب، مصل بين، ألم في العضلات، سور ثروت، ألم في الزور، كف، كحة، ويكنس يعني ضعف. This disease isn't followed by long immunity due to antigenic variations. This disease low influenza isn't followed by long lasting immunity. نركز الحته دي برضو مهمه وبتيجي في الامتحان. طيب البوليو يا جماعه، فيروس البوليو احنا كنا خدناه المره اللي فاتت، كان بيتمتع بلونج اميونيتي. ايوه البوليو بيتمتع بلونج ايه، اميونيتي، سواء العدوى العاديه اللي هي الاكشوال انفكشن، ماشي، الشخص خدها وبعد كده خلاص هو خد مناعه، يعني مش هيحصل له العدوى تاني، او بواسطه اللي هو الفاكسين، هو خد فاكسين وبالتالي جسمه كون انتي بوديز فمش هيحصل له عدوى، ولو حصلت له مش هتاثر فيه، ماشي. انما هنا في الانفلونزا، طب ليه يا جماعه؟ ديو تو ايه؟ ديو تو فاريشنز، انتيجينيك فاريشنز اللي هي التحورات، ماشي. يبقى هو isn't followed by long immunity. This disease isn't ما فيش long immunity due to antigenic variations اللي هي التحورات. طب هو ليه vaccination؟ الانفلونزا كل سنة الناس بيحجزوا الفاكسين بتاع الانفلونزا من الصيدلية. في منه نوعين، فورمالين كيلد فاكسين وليف اتنويتد ايه فاكسين. طب الليف اتنويتد بيتاخد ازاي؟ انترانيزلي، داخل الايه، الانف، انترانيزلي اللي هو داخل الانف زي نقط كده، ليف اتنويتد فاكسين، ليف اتنويتد فاكسين. طب هو الفاكسين ده بيمنع البرد؟ ما بيمنعش البرد على فكره، يعني بمعنى ان اللي خد التطعيم ده ما بيجيلوش دور برد او انفلونزا، بيجيله بس هم بياخدوه معتقدين ان هو ايه، هيحميهم شويه، انما هو ما بيحميش، بالعكس بيجي لهم دور برد، يعني زيهم زي الناس اللي ما خدتش الفاكسين عادي. الفيروس الانفلونزا ملوش حل بصراحه، في كميه تحورات رهيبه خصوصا في النوع A and B. ده سؤال مهم ممكن يجي في الصح والغلط، ماشي. يبقى اللي بيحصل تحورات او اللي بيحصل لهم انتيجينيك تشينج ان سيرفس انتيجينيك استراكشر هم النوع ايه، اي اند بي، ماشي. ليف اتنويتد فاكسين بتاخد انترانيزل. طب النوع الثاني فورمالين كيلد فاكسين، فورمالين كيلد ايه فاكسين، فورمالين كيلد فاكسين بيتاخد سب كيوتينيوس تحت الجلد، تو دوزز جرعتين، 1 امونس يعني كل شهر يتاخد حقنه تحت الجلد، ماشي. نو لونج لاستنج ايه اميونيتي، نو لونج لاستنج اميونيتي، سؤال مهم الحته دي مهمه، نو لونج لاستنج اميونيتي يعني مفيش مناعه بتستمر مع الايه، الانفلونزا. خدت التطعيم بيجيلي برد، جالي برد مثلا اول الشهر، المفروض اخد مناعه ما يجيليش على اخر الشهر مثلا، لا بيجي برد برضه. وفي ناس ما بتكملش الشهر وبيجي لها دور برد، ماشي.
يبقى ده شرح الانفلونزا فيروس. ان شاء الله المحاضرة الجاية هنشرح المامبز اللي هو ابو اللكام، والميزلس الحصبة والروبيلا، التلاتة دول. الاتش اي في هنسيبه في محاضرة لوحده، التلاتة دول ان شاء الله نشرحهم المرة الجاية.